ما لقيتش سكر حطيت لي مكانه سم يا كلب. ايوه هموتك زي ما موتت كل عيلتي. لا هقتلك ومش هموت لوحدي. هتموت لوحدك. مش هموت لوحدي. هتموت لوحدك. اهرب يا ابني انت هتزمر اهرب. الاجنحه هيفين قوي. ده ناس فاضيه يا اخي ما بيعملوش اي حاجه. ايه ده يعني انا كده بقيت غني بمجرد الرب؟ كل حاجه اعمل يا عبد وسوي يا عبد ولما عبده يسرقهم يتقمصوا. ده حاجه غلب والله ما لازم يسرقهم. يلا اخلص يلا بسرعه بقى قبل ما صاحب الفيلا يجي. فين المسروقات اللي انت سرقتها؟ للسيف كل ده ولا كلكم وداكم؟ ايه ده يا هطل ده؟ ده تمثال فرعوني. تمثال ايه ده؟ الخمسه منه بقرش في خان الخليلي يا ابني. يا عم بقول لك تمثال فرعوني. يا ابني بقول لك الخمسه منه بقرش في خان الخليلي. ارمي يلا الهطل ده. يا عم خلاص خد جوه عندك الخزنه تلاقي فيها بقى الذهب والفلوس اللي انت عايزها وسيب لنا التمثال الحلو ده. طب تمام. الواد مرزوق السواق واقف بالعربيه بره. واقف بيها بره. خليه يخش عشان يشيل معانا المسروقات. يخش ازاي يعني بالعربيه وباب الفيلا قد كده؟ تبقت له يا رب ولا اعمل ايه؟ ما انت فهمني وانا افهم على طول. بص يا ابني خليه بره يدور العربيه واحنا هناخد المسروقات ونخرج له. طب ونخرج له ليه؟ ما انا اخليه يخص بالعربيه. يا سلام انت بتقول ايه؟ ده انا اجيبه لك لحد عندك. ايه ده يا جدعان ده؟ ده ايه الجمال والعظمه دي؟ كل ده ذهب اكيد فالص ان شاء الله. يا نهار ابيض. ايه ده؟ ده انا هعلم ماتش اعتزالي بقى بعد العمليه دي ان شاء الله. شكله هيتقبض عليا دلوقتي حالا. يلا يا لهوي شكله ما بلغش. مين اللي بيخبط؟ مين؟ افتح يا كالون الباب مقفول. هو انت يا هطل يا ابني حرام عليك بتقفل الباب ليه؟ هو بيتنا. تعالى افتح يا عم. ايه في ايه؟ قفلت الباب ليه؟ عشان الحراميه. نسيبه مفتوح بقى واللي داخل والخارج. تصدق صح عندك حق. فين مرزوق؟ مرزوق يا عم بقول له تعالى وبتاع قاعد يقول لي لا البنزين غالي ومش هدور العربيه. ايه ده يا ابني؟ ما احنا اللي بنقول له العربيه رايح جاي. طب ما تقول له ايه بقى؟ بس انا ما سكتش كسمت له دخلت فيه شمال دور العربيه على طول. طيب يلا يعني هو هيخش لنا دلوقتي حالا تلاقيه واقف قدامك. يلا بسرعه عشان صحاب الفيلا زمانهم جايين. دندن انا دندن. يخرب بيتك ما تقولش اسمي هنتفضح. انا دندن ولا دندن. انا دندن انا كلون. انتوا سايبيني يا عم بره يا عم. انا مشغل العربيه البنزين قرب يخلص يا عم. وطي صوتك يا عم هنتمسك. مالكش دعوه بالعربيه هنظبطها. هتظبطها ايه؟ ما اصل البنزين طول ما هو شغال والعربيه شغاله ممكن تجيب وش سلندر. احنا اللي هنمول لك وهندفع لك كل حاجه ما تخاف. اصل وش السلندر ممكن يجيب الجوايد. يا عم الجوايد ايه؟ الجوايد. ايه الجوايد دي؟ اللي في العربيه. في حاجه اسمها جوايد؟ ايه ده مفيش جوايد؟ تعرف أبلاتين. هتجيب أبلاتين. يعني عرفنا دي. يا عم تجيب اللي تجيب. ايه رأيك بقى في الفيلا الحلوة دي؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا جايين تسرقوا قصر عابدين يا ولاد اللذينة. قصر عابدين ايه؟ دي فيلا بتاعت بني ادمين. لا معلش عدم المؤاخذة انتوا مقاولين على 50 جنيه على اساس ان انتوا هتسرقوا شقة في حي عشوائي. لكن فيلا زي ايه دي؟ لا معلش هاخد نصيبي. لا احنا اتفقنا على كده والاتفاق كان من الأول على كده. أبلغ فيكم البوليس. لا خلاص اطلع عبي وشيل من خيرات الله من فوق. اخد اللي انا عايزه. خد اللي انت عايزه يا فيلتنا. يا ولاد اللذينة صحاب الفيلا مش موجودين؟ مش موجودين. لا نايمين. ماشي يا معلم. يا انت بتقسم من جيب امك ايه اللي يطلع يقلب بمتاكل؟ انت بتقول لنا من جيب امك؟ ايوه دي فلوسنا احنا. يا ده للمعلم. يا عم طب ما تزق الطاق وانا هقتلك دلوقتي. يا عم ولا تعرف تعمل حاجه. يا ده افهم يلا. انا دلوقتي خليته يخش معانا في الموضوع عشان ممكن يحسدنا. صح والحسد مذكور. صح خليها على الله ونعم بالله. هستأذن انا بقى معاد القطر بتاعي وصل. والله كان نفسي اقعد معاك بس متقادر يعني. ايه ده؟ انت عبد عبيط يا ابني. ده صوت كلاكس عربيه. اكيد صحاب الفيلا جوبوا هينفخونا. ربنا يستر. اجري اجري استخبى. يا نهار اسود من الارض. يا لهوي لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هم الناس الأغنياء كده يسيبوا باب الفيلا مفتوح تيجي تخش تتكهرب بقى. يا ويقولوا سرقنا ليه؟
الو، ايوه يا جراده، بكره التسليم الساعه 5، تسليم البضاعه عند كازينو عيش البلبل. سلام. الو، ايوه يا دوما، بكره تسليم البضاعه الساعه 5 عند كازينو عيش البلبل. سلام. الو، ايوه يا بوليس. بكره جراده وابو دوما يتقابلوا يسلموا البضاعه الساعه 5. عند كازينو عيش البلبل. سلام. ايوه يا جراده، قول لابو دوما ان البوليس جاي لكم بكره الساعه 5. اهربوا انتوا الساعه 4 بقى. يلا سلام. ايوه يا بوليس، جراده وابو دوما اهربوا الساعه 4 بكره من عند الكازينو. روحوا لهم انتوا الساعه 3، استنوهم قبل ما يمشوا. يلا سلام. يا اخي الواحد معاه رصيد مش عارف يعمل بيه ايه، والله افترى. الزعبلاوي فين؟ ده انا نفسي اشوفه. يا سمعت عنه قصص وحواديت يا زعبلاوي، يا ما نفسي اشوفك يا زعبلاوي، يا ما نفسي اشوفك يا زعبلاوي. يا ايه الراجل صاحب الفيلا دي عنده شويه هدوم، هو ده بقى المنجهة، هي دي بقى القيافة. ايه؟ اخيرا. ايه؟ اخيرا شفتك يا زعبلاوي. ايه؟ انت الزعبلاوي. لا لا، متهيألك انا مش الزعبلاوي ولا حاجة. لا لا، انا عارف ان انت هتركر نفسك. هركر نفسي؟ اه. يعني انا اركرت نفسي؟ اه. انا اركرت نفسي. الناس كلها بتقول عليك ان انت تعلب مركار. ما لازم ابقى مركار ما دام اركرت نفسي طبعا. مين حضرتك؟ انت لازم تسامحني. ليه حضرتك؟ انا عملت ايه؟ انا عارف ان انت واخد على خاطرك مني. واخد على خاطري؟ ده انا بحبك، والله بحبك. ايوه حضرتك، انا يعني انت عايز مني حاجه يعني؟ لا. ايه ايه، هتقتلني ولا ايه؟ والله ما عملت حاجه. انا مش الزعبلاوي. لا انا مش الزعبلاوي. انت الزعبلاوي. ايه دي؟ دول 150,000 جنيه عشان صبياني غلطوا فيك، هديه مني ليك. انا كزعبلاوي يعني؟ ايوه. خلاص، هما 150,000 بس ولا ايه؟ هو كان في 50,000 زياده وانا لميتهم في الشارع وانا جاي. يعني ايه مفيش 50,000 كمان ولا ايه؟ مش هم 200 ولا 250؟ هم 250,000 وانا قدهم لك ومفيش حاجه تغلى عليك يا زعبلاوي. اه كده يا قاضي، اتعدل يا. ده انا بحبك والله. يا سلام. اه يا بالسهوله دي؟ يا هو ايه، هو كان ايه العمليه اللي بيني وبينك يا؟ العمليه اللي كانت بيني وبينك بضاعه. اه، وفين الخاتم ده؟ ذهب؟ الخاتم ده ذهب عيار 84. طب يلزمني الخاتم ده؟ ما يغلاش عليك يا زعبولة. والساعة اللي في ايدك دي ايه؟ معدن؟ الساعة 8 ايه بالظبط؟ هاتها بقى. ما تغلاش عليك يا زعبولة، ده انت حبيبي، والله حبيبي. يا سلام، ده الزعبلاوي ده يعني بيلم فلوس من غير ما يا س... ايوه هو ده. وفين البضاعه؟ ايه ايه بضاعه ايه؟ البنطلون اللي انت لابسه ده شمس؟ البنطلون ما يغلاش عليك يا زعبلاوي. لا لا لا، خلاص خلاص والله لا، انا قلعه يا عم. خلاص لا لا خلاص، يا الصيف جه وهموت يا عم. خلاص مش قدام الناس. خلاص لا، هو قدام الناس والله مجنون ويعملها. خلاص خلاص قلعه. طيب
ماشي يا زعبلاوه حبيبي. ها فين بقيه البضاعه؟ ولا كانت بضاعتين اللي كانت بيني وبينك؟ انا كزعبلاوه مش فاكر. يا كانوا حشيش. ايه ده؟ زعبلاوي تاجر حشيش والبضاعه في الشنطه؟ تكلم جد؟ بهزر. تربتين حشيش من اصل 8 ترب. والثمانية فين الباقيين؟ شربناهم انا والرجاله واحنا جايين. ايه الشغل ده؟ يعني انت شربت البضاعه؟ انت شربت الشغل يا دواء السم بيدوق. لازم نشمها الاول قبل ما نشربها للناس. دي ما بتتشمش يا اهبل. ما دي ايه دي؟ انا بتاع شامبو ما اعرفش في الحاجات دي. طب انت كده ايه ده؟ مين؟ تليفون. الو. ايوه يا جراده، البوليس جالكوا عند عش البلبل؟ ورحت ليه؟ انت رحت ليه؟ انت فين دلوقتي؟ هربت على المعادي؟ طب استخبى. ايوه يا بوليس، جراده في المعادي. يلا سلام. انت بتسلم اصحابك كلهم ولا ايه؟ يلا منهم لله. عايز مني حاجه تاني؟ انا عايزك تسامحني. انا مسامحك خلاص، انا مسامحك. مسامحني؟ طب انا عايز اقعد عندك في الفيلا بقى اسبوع، اسبوعين، سنه. عشان البوليس بره؟ البوليس مغرق الشوارع. طب اطلع التاوى فوق في اي حته، شوف اي اوضه من اللي فوق التاوى فيها. ماشي. خد شنطتك معاك يلا. بس انا مسامحك يعني. انت مسامحني بجد يا زعبلاوي؟ خلاص سامحتك. لا انا حاسس ان انت مش مسامحني. يا جدع سامحتك خلاص. لا يا جدع سامحتك، قلت لك. قول لي سامحتك. سامحتك 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 كتير. سامحتك كتير. سامحتك لاني. سامحتك لاني. بحب بضمير. بحب بضمير. بحبك بحبك. ايه؟ ايه ومخدرات ورجالة وايه؟ سامحتك سامحتك. قولها انت. سامحتك سامحتك. سامحتك كتير. سامحتك سامحتك بقلبي الكبير. ومش ضعفي مني ولا غصب عني. سامحتك لاني بحبك بحبك. بحب بضمير وانا لسه يا كنت بحلم واحب النجوم. وكلكم وزعلك انتكم. انا عندي الدنيا تزعل ولا تزعل مني يوم. يلا لا 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 لا. والله بحبك. والله مجنون. يعني انا سامحك. سامحتك سامحتك. ما سامحتك دي اللي كان هنا. دلوقتي هنا بقى. انا اروح اقعد عندك في الفيلا. اقعد وما تخرجش الا لما اناديلك. انت اسمك ايه؟ انا مش مهم بقى اسمي. لا ده مهم. اسمك ايه؟ خفاش. خلاص اطلع الشعلق في سقف الاوضه يلا على مناديل. بحبك بحبك. بحبك كتير. ومش ضعفي مني. بحبك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة يا كلون يا كلون. قولوا للي أكل الحرم يخاف بكرة اللي كانوا يفسدوا. يا بس إن أنا في قرب أيضا. الحمد لله الحمد لله. ده أنا قلبي كان هيقع في رجليا. أنا قلت بوليس ولا حاجة، بس شفت يا معلم الفلوس وقلبته. اوعى إيدك، الفلوس دي حقي.
حقك، وهي دي كانت هتجيلك لولاش احنا جبناك معانا. يا سلام، ولولاش انا دخلت جوه ولبست الجلابيه بتاعت الزعبلاوي وما كانش افتكرني الزعبلاوي واداني الفلوس. يعني ايه؟ يعني الفلوس دي بتاعت اللي هقرب لها هو حر. لا يبقى تشاهد على روحك. روحك ايه هتعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنوريك. ورينا. ده كده البوليس رسمي بقى. ربنا يستر علينا. يلا اجري اجري اجري، ولا ما نجريش؟ ما نجريش. احنا نقف عادي. كاننا شغالين هنا. او كاننا حراميه عادي يعني، صح؟ بس ما نقولش على المخدرات. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ ربنا يستر. مساء الخير. دكتور حامد جوهر، يا اهلا وسهلا. فين حضرتك من زمان؟ انا مش حامد جوهر. وعدت بيت. انا حشمت اللي من طرف طنط سوسكا. طنط سوسكا مين يعني؟ طنط سوسكا قريبة احمد فوزي اللي بنت خالة عم احمد حفني اللي من طرف عصام الحضري. ايوه حضرتك، يعني تحت امرك خير. انا كنت اتكلمت مكالمة هاتفية بخصوص الاثار دي، وكان حد رد. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ ده نفس الست اللي رد عليا، انت المعلم الزعبلاوي. انا الزعبلاوي؟ انت المعلم الزعبلاوي. انا اتثبت على ان انا الزعبلاوي النهارده. حلو جدا. وحضرتك خير يعني؟ ايه؟ ايه يا عم؟ مدينا ظهرك ليه يا عم؟ ايه يا عم ما تعبرنا وترد علينا؟ ايه الحلاوة والقمر والعسل ده؟ ايه ده؟ يا عم انت مش واقف وسط رجاله ولا ايه؟ انا اسف عمي، انا جيت لك النهارده وطالب ايد التمثال ده. طالب ايد التمثال؟ ايوه. وتمثال ايه ده؟ تمثال ايه؟ ما انا ما اعرفش. تمثال ايه ده؟ التمثال الاثري ده. يعني ده تمثال اصلي؟ واثري. اصلي واثري. اصلي واثري. ما هو يعني عايز تدفع فيه كام يعني؟ التمثال ده انا عارف ان الدفع فيه 150,000 جنيه. ايه؟ 150,000 جنيه؟ ده ب 150,000 جنيه ليه يعني؟ ليه؟ ما العثره بقرص في خان الخليلي. ما كنتش اعرف. كنت تعرف. استنى استنى، يعني انت هتدفع 150,000؟ اه. لا عدم المؤاخذة، انا لسه في زبون كان هنا دلوقتي ودفع لي 250,000 جنيه. عد دول كده؟ 250,000 جنيه، ما انت لسه قايل. يعني انت ما يبقى عديت يعني كده؟ انا سريع في الحاجات دي. طيب دول 250,000 جنيه، تدفع 300,000 جنيه التمثال بتاعك، تدفع اقل مليمي التمثال رايح للزبون اللي دفع الفلوس. انا مستعد ادفع في التمثال ده حياتي. دول 300,000 جنيه، عدهم دلوقتي. 300,000 جنيه؟ ماشي، سيبهم سيبهم اهو. ايه؟ عد كويس. عد بقول لك. انت بتخم. اللعب على الشنطة. أنا خمك؟ يبقى خالك. ها؟ عندك. ها كام كده؟ كده 350,000. إيه ده؟ الواد ده ماله؟ في إيه؟ مالك أنت ومالك؟ حاسه ني كده. 300,000 جنيه تمن التمثال، والتمثال حلال عليك. تمام. عندك أي مشاكل؟ عندي مشكلة واحدة دلوقتي. خير؟ صعب أوي أخرج بالتمثال. عشان البوليس مرشق بره. ايه ده؟ انت عرفت منين؟ ده انت الزعبلاوي فعلا. امال ايه؟ انا اللي بوزع الناس دي كلها. طب ايه الحل يا معلم؟ الحل تطلع فوق عندك 500 اوضه، اختار اي اوضه اقعد فيها، ما تنزلش منها لما ناديلك. انت اسمك ايه؟ انا اسمي حشمت فوزي. حشمت؟ اقول لك يا حشمت تنزل، ما قلتش يا حشمت ما تنزلش. ماشي يا معلم زعبلاوي. ماشي. والاوضه دي كده فري. فري. فول بورد. فول بورد. ربنا يخليك يا معلم. فطار غدا عشاء. متشكرين جدا ومش عارفين نودي جمايلك فين. والبسين هتلاقيه في البانيو. ربنا يخليك يا معلم زعبلاوي. بس بس الفلوس بتاعتنا. اوعى انت وهو. ده احنا بقى اهم حاجه دلوقتي الشارع اللي بره ده ننوره، واليافطه بتاعت فيلا الزعبلاوي دي ننورها. ده احنا نلم فلوس، ده احنا نسدد ديون مصر كمان. ما بارك الله فيما رزق، وحلو على كده ناخد دول ونمسي. لا نمسي فين؟ نمسي فين؟ اساسا الفلوس دي بتاعتي، لا يمد ايده عليها هيتعور. انا بقول اهو برضه الفلوس بتاعتك. اتشاهد على روحك. ايه ده؟ ايه ده؟ ضرب نار، ضرب نار. يبقى اكيد البوليس وصل. يبقى نهرب. استخبوا. اجري اجري بسرعه. اجري من هنا. اجري من هنا. اجري من هنا. اجري من هنا.
يا هلا. قول لي عايز تنسم فين وانا هظبط لك. عايز فين؟ مين فيكم الزعبلاوي؟ اللي في وشك ابو طاقيه ده اهو. لا زعبلاوي انت هتقل. انت الزعبلاوي. رد يا دنجل. ايه ايه انت قلت اسمي دنجل، دنجل هو زعبلاوي. مين فيكم زعبلاوي القرد؟ هو زعبلاوي انا القرد. مين فيكم زعبلاوي الزفت؟ هو زعبلاوي ده الزفت. انا عايز الزعبلاوي، مين فيكم اسمه الزعبلاوي؟ يا عم اختار لك اي زعبلاوي او اقتلنا احنا الثلاثه واحنا نتصرف بعدين. يا جدع انا ولا لسه هختار، انا مش شايف حاجه قدامي. طب انت عايز ايه؟ عايز ايه يا حضرتك؟ ولا واحد فيكم ينفع يكون الزعبلاوي، انتوا الاثنين هفق وتتضربوا بسهوله. ايوه صح حضرتك، اتكل انت على الله، فعلا الزعبلاوي مش هنا اساسا. انت ممكن تكون الزعبلاوي. لا يا عم ما الزعبلاوي والله، يعني ده هو اللبس بتاعه بس. انا مراتي تخونها معايا. يعني انا خنتك؟ انا خنت مراتك معاك؟ انا قصدي شفت كتير ولا ايه؟ بص يعني انا خنت مراتك؟ صح خنت مراتك انا. انت خنت مراتي؟ انت خنتني مع مراتي؟ معاك. انت اللي خنتني مع مراتي؟ مع مين؟ انت ولا مش انت؟ مش انت يا عم. لا انت يا عم. انا يا عم ايه؟ انا ما اعرفكش يا عم، ولا انا الزعبلاوي ولا اعرفك يا عم. انت شوف مراتك ايه اللي حصل، انا مال انا؟ مراتي قالت لي اللي هي مصاحبه الزعبلاوي. طيب دور على الزعبلاوي، انا مش الزعبلاوي. انت الزعبلاوي. انا ايه اللي حصل بس؟ اهدى كده اهدى، احكي لي ايه اللي حصل. مراتي يا حبيبتي قالت لي ان انت خدتني معاها. هي اللي قالت لك كده؟ هي قالت لي كده. طب وانت قتلتها؟ لا ما قتلتهاش. ما قتلتهاش ليه؟ بحبها بحبها. طب ما تحبني انا كمان يا عم. لا يا عم انا بكرهك مش بحبك. طب ايه اللي حصل؟ برضه يعني هو لسه في حد بيحب مراته؟ يا جدعان يا جت عليا، ما كل الرجاله بتحب مراتي، في ايه؟ هي بصراحة تتحب، دي عليها جزء. لا انت هتقول على الجزء. ولا عليها شوية؟ لا الشوية ما يتقالوش. ده انت ما شفتش الحسنة بقى. بس ايه؟ يا جدعان يا مراتي، والله يا جدعان انا امبارح قاعد في امان الله على القهوة، فجأة لقيت لك واحد جاي بيقول لي الحق يا عم مراتك بتخونك مع سيد الميكانيكي، وهو ولا ميكانيكي ولا بيفهم في الميكانيكا أصلا. وبس وسبت له بقى ايه العربية بتاعتي يومين يومين مع المدام، وبرضه رجعها لي بايظة. العربية؟ يا عم العربية انت فهمت. يعني انت مشكلتك مع الميكانيكي، احنا مالنا حضرتك؟ يعني جايين احنا ليه؟ يا عم روح يا عم كسره وخد العربية، واحنا مالنا احنا يا عم؟ يا عم انت كنت انت الزعبلاوي صح؟ انا الزعبلاوي ماشي. طب يا عم خد يا عم الشراب بتاعي نسيته امبارح. ده نسيته فين ده؟ نسيته تحت السرير يا عم امبارح. وانت يا عم خد يا عم خد الجوانت يا عم، انت نسيته في الدولاب امبارح يا عم انت. هو انا كنت جاي اقف جون؟ جوانتي ايه؟ ماشي ماشي انا جوانتي. وانت هذا انا بشبه عليك، انا شفتك فين قبل كده؟ ما بروحش في اي حته. اضحك كده. خد يا عم السنه المكسوره بتاعتك اهي. ركبها يا عم. يا جدعان بعد كده يا جدعان لما تيجوا تلموا حاجاتكم ما تقرفوناش معاكم. يعني هو ده اللي مضايقك ان احنا يعني مكركبين البيت عندكم يعني؟ ممكن بعد اذنك اقتلك؟ لا معلش مش فاضي النهارده والله. تعالى بكره الساعه 2 الظهر، ده ميعاد قتل حلو قوي. يلا. لا يا عم انا لازم اقتلك دلوقتي. لا حول ولا قوه. انت عايز تقتل الزعبلاوي؟ طب بص انت اصلك مش فاهم، يعني مش فاهم اللي حصل. انا ممكن اشرح لك بالراحه. بس بالراحه. مش انت الزعبلاوي ولا يا جدعان انتوا سكرانين وشكلكم كده؟ انا لازم اقتلكم انتوا الثلاثه بقى. يا عم احنا ما بنسكرش، انت اللي بتسكر، احنا اللي بنخونك. اديك اعترفتها يا ابني، انت بتثبتها علينا. بص بص انت اساسا الدخله كانت غلط، يعني اول ما دخلت علينا دخلت غلط. في حاجه غلط. ايوه اخرج وخبط تاني وبعدين نقول لك ادخل، فتقوم داخل هنعمل الدخله صح. يلا يلا يا عم يلا يلا عيد من الاول.
يلا يلا. لحظة بنت، لحظة بنت. يبقى شكلك هتتشاهد على روحك. كأننا عملناها. ها ها، ده في ضربة يا جدعان ولا اعمل ايه؟ اجروا 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 اجروا، استنى هنجري من هنا. تعالى كده تعالى كده. اوعى اوعى. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. مين ياد فيكم الزعبلاوي؟ تعالى حضرتك تعالى. انت عايز الزعبلاوي؟ لا الفيلا غلط. يعني انا كده عنوان غلط؟ طب مش تقول يا جدعان انا اسف جدا. لا ما اعرف، انا اسف والله. الفيلا اللي جنبنا انت عايز الزعبلاوي؟ اللي كان بيخونك مع مراتك. انت عرفتي منين يا عم انت؟ ما هو قال لنا قال لنا ده مسيح لك. اقتله. الفيلا اللي جنبنا اي حد يفتح لك هو الزعبلاوي، راجل ست هو الزعبلاوي. خش اقتله على طول. ما تدوش حاجه. وما تقعدش ترغي ولوكلوك وشربات ومناديل. ها يلا. بس امان عليكم يا جدعان، لو حد فيكم جه بيت عندنا، لو حد فيكم جه بيت عندنا ما يسيبش حاجه. والنبي انا نفضت حاجات كتير خلاص. يلا عايزين حاجه مني؟ لا مش شاكرين. سلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم. هو السكران كده محتاج بس حد يرشده وخلاص. يا جماعه الليله دي كلها قلق، احنا نلم الحاجه ونتكل على الله. ماشي يلا. ايه تاني؟ ايه تاني؟ هتلاقيه بقى. واضح ان قتل الزعبلاوي اللي هو مش الزعبلاوي اللي في البيت اللي جنبينا. يلا يا جماعه. دي سرنت البوليس. سرنت البوليس بس بيستقبلوا. يلا. طب يا ترى بقى مين اللي جاي المره دي؟ يا رب بقى يكون البوليس بجد ويقبض علينا ونخلص كلنا. ربنا يسترها علينا. صباح الخير. صباح الخير. اشحن لي بخمسة جنيه. ايه؟ هو ليلى، ما انا عارف هي ليلى. ايوه حضرتك. خير. انا زازا. توا واوا. زازا ازاي يعني؟ ايه ده؟ في حد معقول في مصر وكلها والعالم العربي ما يعرفش زازا؟ انا زازا بتاع عوفتني؟ عوفتك ايه؟ انا اول مرة اعرف اللي معايا اساسا. بس انا بحب اقوم تابعه على اليوتيوب. بتابعه؟ ماشي. ايوه يعني حضرتك عايز ايه؟ انا محفوظ الشهير بزازا، مدير شركة الرعاية الآمنة والتوظيف. الآمنة جدا، الآمنة خالص. اسم الشركة مقلق. هو الصراحة القلق مش من اسم الشركة، هو شكله يقلق. مين فيكم بقى الزعبلاوي بيه؟ زعبلاوي؟ اوه عايز ايه ده؟ انت عايز ايه؟ بس خلاص محدش يقول، انا هعرفه على طول. يلا انت قول. ايه؟ قول. لا انا اسف والله. ليه يعني؟ اصلا انا للاسف راجل. يعني جيت في واحد راجل للاسف. سؤال، انت راجل؟ شفت ده انت قلت اهو. ده انا هتجرس في المنطقه. قول بجد. صحه وعافيه. لا مش انت، مش انت. انت ممكن تقول الله يسهلك. هتقول ولا هقوصك في كوارعك؟ يا عم برضو مش انت. طب يمكن انت وبعيد، خليك بعيد. مش ممكن، هو ده الزعب.
بلاوي بيه. أنا فاكر صوته نفس الصوت اللي قال لي في التليفون. أنا الصوت اللي اسمعه مرة واحدة ما انساهوش أبدا، ودي بقى ميزة في زازا. اشحن لي بخمسة جنيه. بعيدا عن الأداء المبالغ بتاعك يعني، أنت عايز مين؟ أنا عايز الزعبلاوي بيه. حضرتك طلبت مني عدد اتنين بنات فابويكا. أنا طلبت بنات؟ طلبت أيوة طلبت بنات، وقلت له زود ال يزود ايه؟ يعني طلبت اتنين بنات، هيزود ايه؟ هيزود السلطات يعني ولا هيزود ايه؟ سلطات بقى واتنين تاتولة واتنين. نظبط الكلام. يعني يوم ما تغلب تدخل الروايات في بعض، ماشي. انت هنفكر. مش انا يلا. مش انت ازاي؟ لا انت الزعبلاوي بيه. ماشي انا الزعبلاوي. عايز حاجه حضرتك؟ اودي فين البنات اللي معايا؟ خليهم عندك 3 4 ايام على ما اكلمك تاني واقول لك تقوم جايبهم لي. لا مش ممكن، مش ممكن بجد. ابيتهم فين؟ انا مش عندي مكان. بعدين بص، حضرتك طلبت اوردر تمام ودفعت الحساب وانا جبت المطلوب. ارجوك ما تحملش اكتر من كده فوق طاقتي. زازا هيتوتر. بقول لكم ايه، احنا نقتله عشان نحافظ على الرجاله برضو. ها سرعه الرجاله هتبوظ. لا دم وقتل. لا تفوا عليا وانا موت غرقان. هو الصراحه مش احنا اللي هنعمل كده، كل دول اللي هيعملوا كده حالا. يلا اتكل على الله يا عم الحاج. سعبلاوي سعبلاوي، عندي اقتراح بس. ما نخليه يجيب البنات دولت غلابه، نبيتهم عندنا النهارده وينسوا بكره. يا عم مش بس عايزين اقول لك على حاجه والنبي معلش، انت شايف الدنيا ناشفه ازاي؟ وهو هيجيب البنات لينا وانت شايف زازا. طيب البنات هيبقوا عاملين ازاي؟ ماشي ماشي، بس انا اللي هختار الاول. ها لا انا اللي هختار الاول. لا انا اللي هختار الاول. انت كل حاجه تقفش فيها. خلاص هقول له يمشيهم. لا 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 خلاص اختار خلاص. اختار يا عم اصبر. ماشي روح يا زازا هاتهم يلا. اوكي هروح اجيبهم على طول واطلع من بوا بوا. اوكي حد عايز مني حاجه؟ لا شكرا باي. اشحن لي ب10 جنيه باي. خد 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 خد. تعال 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 تعال. هو الباب منين؟ الباب منين؟ طب اقول الجمله دي تاني؟ لا لا هي كنت حلو كنت كويس. يا نهار اسود. بنات ايه يا جماعه؟ ده احنا عايزين ناخد الحاجه ونجري. تقولوا لي بنات وهباب؟ والنبي مرزوق ابوس ايدك عشان خاطري. انا اللي لما البنات تيجي انا اللي هختار الاول. سيبك من الاختيار، احنا دلوقتي المشكله لو جم البنات دول وعجبونا وقعدنا معاهم شويه البوليس هيطب هيبوظ الدنيا. مش مهم بس يطب علينا برضو، واحنا مش بنسرق واحنا معانا بنات. يعني صباح الخير. مين اللي كان عايز يختار الاول؟ اتفضل. اتفضل اختار الاول. اتفضل اتفضل. ازاي ده انت المعلم زعبلاوي؟ يا عم لا معلم ولا بتاع عقلك. خلاص يلا حد يختار. حد خدوهم هم الاثنين. خدوهم هم الاثنين. هم اثنين واحنا ثلاثه، انتوا الاثنين خدوا الاثنين. يلا يلا. طب روحوا انتوا انا قاعد هنا. ايوه حضرتك. انتوا مين؟ احنا البنات اللي بعتنا زازا. انا رضا وهي مرتضى. طب روحوا وابعتوا زازا يلا. يلا يا جماعه ايه دول؟ ايه دول؟ انتوا مين؟ احنا فاهمين غلط، فاهمين غلط. في ايه؟ احنا الشغالات اللي انت طلبتهم. شغالات؟ اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ان شاء الله عمرك. ده احنا ظلمنا ظلمنا زازا، كنا افتكرناه طلع مش. الحمد لله الحمد لله. طيب انتوا شغالات يعني؟ ايوه. المطبخ عندكم، روحوا احنا مش عايزين اي حاجه. مش عايزين اي حاجه؟ هو انت الزعبلاوي؟ وما مين الحلوة اللي واقف هناك ده؟ ده اسمه كالون. ده حلوة؟ ده شكله قرف الكلب. فعلا ده قرفان منه بقاله فترة. فعلا كلب على طول قرفان منه. فرحان انك كلب؟ فرحان انت؟ ها؟ انا قصدي على المسمران ابو ضحكة جنان ده. بس بتكسف. ده عاجبك حضرتك؟ ده قمر قمر بالست. ماشي ماشي
ماشي، عموما المطبخ عندكم. انتوا مش محتاجين اي حاجه، قهوه، شاي، حلبه كركديه، حليب بسطرمه. حليب بسطرمه ده ايه القرف ده؟ ماشي ماشي روحوا، بس احنا مش عايزين حاجه، لما نعوز حاجه هنديلكم. ماشي، يلا يا بت رضا. يلا يا مرتضى. سلام. سلامه بكيزه. سلامه زغلول. انا حاسس ان انا هرجع القرف ده. انا حاسس ان هيحصل مصيبه، عشان كده لازم نلم الحاجه ونجري حالا. يلا يلا بينا، الفلوس دي تبعك. انا شايف ان انت بقى تسيبنا احنا نلم وانت تطلع بقى ايه تغير كده في الروقان. الجلابيه دي اللي شبهاني. انا اروح البس اي حاجه بس لموا الفلوس دي بتاعتي. يعني بلاش شغل الحراميه. انا عارف ان انتوا حراميه بس بلاش شغل الحراميه. ماشي. لا في عيننا احنا ناس نعرف ربنا. بس بس ميسي بقى هو يا معلم، نعمل ايه بقى لو جه اي حد بقى نتعامل احنا معاه؟ ايه ده ازاي يا عم؟ ازاي يا عم؟ سهله يعني، هو الزعبلاوي اعمل انت الزعبلاوي. انا اعمل الزعبلاوي؟ ده سهله قوي، اعمله بسهوله. لا ده شرف انا ما اقدرش عليه. يا عم انا بقولك اعمل زعيم سياسي، اعمل الزعبلاوي. يا ابني ده عايز نجم برضه، انا ما انفعش. بص لف كده، هو الزعبلاوي انت اعمله اعمله. ماشي. يلا وريني الزعبلاوي. هو كان بيعمل ايه؟ ايوه بس خد انا يا ابني نجم برضه. لا 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 انت مع التكرار هتعود عليه، اعمله بس خلاص. يلا انا هعمل الزعبلاوي وانت اعمل واحد جاي بقى ياخد فلوس من الزعبلاوي. اكنك ما تعرفنيش خالص. اكني ما اعرفكش ولا عمري شفت. يلا بينا. ولا حمدي. ايه؟ ايوه ايوه تعرفنيش خالص. ايوه يلا. ولا دنجل. يا يا معلم انور، ما نعرفش بعض خالص. كمل الزعبلاوي. كمل. فين ولا الفلوس اللي عليك يو؟ اما الفلوس جبتها لك ايه؟ بس هي موجوده. تفتكر انا قتلت ابوك ليه يو؟ عشان جاب لك الفلوس وطلعت ناقصه باكو. تفتكر قتلت امك ليه يو؟ عشان جابت لك الفلوس وطلعت ناقصه باكو. تفتكر قتلت بنت عمة خالتك ليه يو؟ عشان جاب لك الفلوس وطلع برضه ناقصه باكو. تفتكر صابر عليك ليه يو؟ عشان الفلوس دي كلها ورق ابيض اصلا، مش هتفرق من باكو. لا لا مش هينفع يا عم، مش هينفع. يا عم انت بتعمله حلو. يا عم هو نجم يا عم، انا ما بعملوش حلو. طب اعمل انا الزعبلاوي واعمل انت الضيف. اعمل الزعبلاوي. انا بقول لك اعمل الزعبلاوي، مش واحد في مستشفى الصدر. بس بص احنا قبل ما نموت نسرق شويه نفرح بيه. طب يلا يلا بص يلا نلم الخفيف والمهم عشان خاطر احنا كده هيتقبض علينا. قصدك يعني اسرق ما خف وزنه وما ثقل دمه. يلا بينا. طب تمام. اسرق منين؟ انت خش من هنا وانا هخش من هنا. ماشي يعني انا اخش من هنا وانت من هنا. اتكل على الله. يلا بينا يلا نسرق. يا لهوي يا لهوي، ده السرقه دي في الفيلا دي كبيره قوي. تياتروما. ده ايه الجمال والحلاوه دي يا ابني ده؟ يا لهوي على الملك والملكوت. يا عم انا مش لاقي اي حاجه تتسرق. انا مفيش، انت دخلتني الجراس ولا ايه؟ ازاي يا ابني في ايه؟ ما انت سارق اهو. انا مش الناس دي بتعبد اصنام. طب بص دخلنا انا حته جديده اسرقها. لا بص بقى يا معلم، انا هدخلك مكان جديد ما فيهوش حاجه. خش انت من هنا وانا اخش من هنا. برضو حلو ده. يلا بينا يلا بينا نسرق بسرعه بسرعه. يا ايه ده؟ انا مفيش اي حاجه هنا تتسرق. انت بتدخلني اماكن ايه يا عم؟ انت سرقت كل اللي كان هنا ومدخلني ده. ايه الملك ده؟ يلا يا لهوي، انت بتجيب الحاجات دي منين؟ مش عارف بيحنطوا دول ولا بيعملوا ايه. طب بص بقى، انا زهقت. انا خدت، انا اسرق من هنا وانت غور في 60 داهيه. ماشي خلاص. يلا يا عم ده انت الضار. ربنا يسترها، انا هخش من هنا ده المضمون. يا ايه الجمال ده يا عم ده؟ ايه ده يا عم؟ تعالى ده في حاجات غريبه قوي. تعالى انت يا لهوي، ده في ثلاجه جوه فيها تفاح. الناس الاغنياء دي مش التفاح ده بيتحط في الشارع ده؟ ازاي يحطوه في الثلاجه؟ ده ناس مجانين ولا ايه؟ ما تتفرجش على افلام اجنبي يا عم. بتفرج والله بس غريبه، التفاح لونه اخضر، في تفاح. جود افترنون. انت فتحت التلفزيون؟ جود افترنون. سمير الاسكندراني. جود afternoon. حضرتك ايطالي؟ ايه ده ايطالي؟ طب انت المثقف بقى اللي فينا، ترجم لي يا عم الحلم. اوكي اوكي اوكي. جود افترنون. جود افترنون بس وخلصنا. جود افترنون. جود افترنون. اهدى اهدى، ما بفهمش ايطالي، اساله بالايطالي اسمه ايه. اوكي اوكي. حبيبي انت اسمك واخد ايه؟ انا اسمي مش واخد حاجه.
أنا اسمي كارلوس. قال لك إيه؟ اسمه كارلوس. طب اسأله بالإيطالي هو جاي عايز إيه؟ أوكي أوكي، مستر كارلوس. وي؟ أنت جاي حبيبي عاوز إيه؟ بليز أنا عاوز مستر زلعباوي. أوبا! أوبا إيه خد أنت فهمت؟ آه إيه ده صح. المفروض إن أنا اللي بترك. بقى ابتديت أفهم إيطالي خفيف يعني. اللي هو قال لك إيه؟ أصل أنا ما فهمتش. أنا كنت بقول أوبا كده بصطادنا موتة. قول لي. أنت حبيبي قلت إيه؟ إيه؟ قلت إيه أنت؟ أنا ما قلتش، أنا قلت عاوز مستر زعبلاوي. قال لك إيه؟ عايز مستر زعبلاوي. أوبا! مظبوطة دي. آه دي حلوة. إحنا وصلنا العالمية بقى يسألوا علينا أجانب. آه. اسألوا بقى، اسألوا برضو زيادة احتياط، شاف الزعبلاوي ده قبل كده؟ اوكي اوكي، مستر كارلوس. وإيه؟ انت شفت واخد زعبلاوي قبل كده حبيبي؟ لا انا عمري ما شفت زعبلاوي. قال لك ايه؟ عمره ما شاف زعبلاوي. حلو قوي، ثمنه بقى جاي، قول له ثمنه جاي وخلاص وكله تمام. اوكي اوكي. مستر كارلوس. وإيه؟ واخد زعبلاوي زمانته جاي في السكة دلوقتي، تلاقيه متأخر مواصلات زخمة. زعلباوي جاي؟ اوكي جاي. انا استنى زعلباوي. حبيبي انت منور. يا سلام. يلا يا جماعه، يلا انا غيرت اللم، ما لميتوش الحاجه ليه؟ ما حطيتوهاش في الشنط ليه؟ مين ده؟ This is Mr. زعبلاوي. اوه مستر زعلباوي، نايس تو ميت يو. مانويل جوزيه. اهلا وسهلا حضرتك، من ساعه ما سبت الاهل الدنيا باظت والله يا حضرتك. مستر زعلباوي ما فيش وقت نضيعه معاك. أنا عاوز كل المعلومات. معلومات إيه؟ المعلومات المهمة. معلومات إيه؟ ما أنا مش فاهم حضرتك. خالتي بتسلم عليك. وأنا عمتي بتعلم عليك. هي شغلانة يعني؟ إيه عمتي بتعلم عليك دي؟ وإيه خالتك دي؟ خالتي ديفيد المساد. المساد؟ يا نهار أسوح. يعني مخدرات وآثار وبنات مش عارف واسمه إيه؟ ها؟ وكل الحاجات دي وكمان الجاسوس. يا جماعه نجري، يا جماعه يا جماعه نجري. زعلباوي. نعم. هتفضهنا. انا اللي هفضهك. إيه انت شكلك اساسا يفضه يعني. زعلباوي فين اللبوس؟ في الاجزخانه. يلا. ده سيم ده؟ سيم. اقول له ايه؟ اقول له اللبوس ايه حضرتك؟ فين اللبوس يا زعلباوي؟ اللبوس. اللي هو ايه حضرتك؟ اللي هو الفلاشه اللي عليها المعلومات. فلاشة؟ أيوة. الفلاشة يعني أنت عايز إيه؟ الفلاشة؟ عايز الفلاشة اللي بعتتها خالتي. الفلاشة في الجلاشة. فين الفلاشة يا زعلباوي؟ الفلاشة فين يا جدعان؟ بص بص هقول لك على حاجة، أي حد بيجي بيدي فلوس ده أكيد هيدينا فلوس، اسأله عليها. طيب خالتك ما بعتتش معاك حاجة يا خواجة؟ هلت محشي. ده بيصيع. أكيد حلت المحشي دي فيم يعني جريء جريء. حالة محشي. طب ما دوقنا حاجة من حالة المحشي دي. بس كده من عينيا. خد سبع الكوسة ده. ده بالدولار يالا يخرب بيتك. ايوه فعلا كل اللي بيجوا بيدفعوا. طب مية 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 مية. طيب ما دوقنا بقية الأكل بقى خواجة. مفيش بقية أكل، فين الفلاشة؟ الفلاشة، الفلاشة فين؟ فين الفلاشة؟ طب ادينا الحلة كلها وبعد كده نديك الفلاشة. الفلاشة يا جدعان. ما لازم طلع الفلاشة على طول. ماشي ماشي ماشي. أهي. الفلاشة اهي اهي حبيبي، دي الفلاشة. انت عبيط يلا، دي فلاشة. ده تمثال بس انا هاطط جواه الفلاشة وسلم لي على البتنجان. اوه انتوا مصريين اذكياء جدا. الفلاشة هنا؟ ايه اوكي مستر زعلباوي. يلا فين بقى بقية الحاجات؟ طبعا اتفضل مستر زعلباوي، بقية فلوس. ايه ده يا عم، دي بقية الفلوس؟ ده تجارة المخدرات والسلاح اسهل من اللي انتوا بتعملوه ده يا عم، امال بس جاسوس وهتشبهنا على الفاضي عشان دول. لا لا زعلباوي، دي دفعة أولى، لما خالتي تيجي تديك بقية فلوس. ماشي اما خالته تيجي. زعلباوي. طيب. نعم. معلش أنا ما ممكن أقعد هنا شوية؟ عشان البوليس بره مرشق. أوكي. ماشي هتطلع فوق هتلاقي أوض كتير جدا، اختار أوضة ما فيهاش حد لأن في ناس عجيبة في أوض تانية، ماشي؟ أوكي. Thank you for translate. تمت الترجمة بمعامل أنيس عبيد. ياه ايه ده، ده وسعت قوي، ده احنا كده اعدام جماعي. كده اعدام اعدام. يلا نجري من هنا. يلا نلم شويه حاجات في السريع الخفيف. كل اثبت مكانه، محدش يتحرك، محدش يقاوم والنبي. محدش يقاوم والنبي.
هو انتوا مش مرتضى وراضي باين ولا ايه؟ خير، انتوا قلبتوا ليه كده؟ انا لميا وهي ميسه. لميا وميسه؟ ايوه. طب انتوا عايزين ايه يعني؟ المسدسات اللي في ايديكم دي بحق وحقيقي يعني؟ اه. وجايين عايزين تقتلوني؟ ايوه. كزعبلاوي؟ بس انا مش الزعبلاوي، مش كده ولا ايه؟ انت مش عارفنا صح؟ انا مش عارفكم انتوا مين. احنا بنات شفيع. بنات شفيع؟ أيوة. شفيع مين؟ شفيع يا راجل. واحنا عرفنا اللي فاتوا، لما هنعرف شفيع قول لهم طب ماشي، حطوا الفلوس اللي انتوا عايزينها واتكلوا على الله. يلا نحط فلوس ايه؟ احنا جايين ناخد الفلوس اللي انت خدتها من بابا، شريكك اللي انت قتلته وخدت كل فلوسه. انا شريك ابوكو؟ ايوه. في ايه بقى ان شاء الله؟ تجاره الاعضاء. هي دي اللي كانت فاضله؟ هي دي تجاره اعضاء ومخدرات وجاسوسيه وده. ايه الراجل العجيب ده؟ ايه الراجل ده؟ طب بصوا، خدوا الفلوس اللي انتوا عايزينها، ادي الفلوس موجوده اهي. لو عايزين حشيش في حشيش، لو عايزين مخدرات في مخدرات، عايزين تماثيل، عايزين اثار، اللي انتوا عايزينه خدوه واتكلوا على الله، واحنا نلم ونجري. يلا. ايه ده بالسهوله دي؟ بالسهوله دي عادي جدا. يلا يلا لموا اللي انتوا عايزينه. يا رب يا ساتر. هو مش اللي يوزع يوزع من فلوسه، ولا الفلوس دي مالهاش صح؟ ايه ده الاستاذ فريد شوقي؟ يا حضرتك مين؟ انا المعلم زعبلاوي. ايه ما بيت انت وهي المسدسات اللي في ايديكوا دي بسهوله كده؟ امال عاملين لي رعب وداخلين بالمسدسات. ايه ده بس، هو ازاي في اتنين زعبلاوي؟ لا اتنين زعبلاوي ايه، انا الزعبلاوي ده وانت. حلو قوي الكلام ده. واضح ان الاساتذه كانوا بيحاولوا يقلبوا الفيلا وانتوا كبست عليهم، بس ما اعرفش انت ازاي تعمل الزعبلاوي. ازاي انت تعمل الزعبلاوي بس ملحوق؟ بس ملحوقه، انت كتبت شهاده وفاتك بايدك. انا كتبت شهاده وفاتي بايدي؟ ايوه، لانك انت مش الزعبلاوي. تعالى هنا. لانك انت مش الزعبلاوي. وانا كده ما بقتش الزعبلاوي. انا الزعبلاوي. انا كتبت شهاده. ايوه. انت ازاي بدقيق؟ يا جماعه، مين فينا الزعبلاوي، انا ولا هو؟ مش عارفين. مش عارفين ازاي؟ مين اللي قال لكم خد الفلوس؟ انت. يبقى مين الزعبلاوي؟ انت. بس انت اشتريت اسمي بفلوسي، وكمان عايز تاخد اسمي. انا الزعبلاوي. انا الزعبلاوي، والفيلا دي باسم الزعبلاوي، يعني باسمي، والرقم القومي هيتغير، وعداد النور هيتغير، والبتاع رخصة القيادة ورخصة السواق كله هيبقى باسم الزعبلاوي اللي هو انا. وبعدين لو انت ماسك مسدس، انا معايا رجالة كتير. انت ورثتني بالحياة بقى على كده. ورثتك بالحياة، بس انا الزعبلاوي، وكل الناس اللي هنا عارفين ان انا الزعبلاوي. انا مين؟ انت الزعبلاوي. يا رجالة، يا خفاش، يا اسمك ايه، يا خواجة، مين دول بقى ان شاء الله؟ دول عارفين ان انا الزعبلاوي. انا مين يا رجاله؟ انت الزعبلاوي. كله يطلع المسدسات. لو سمحت، مش هسيبك لوحدك. لو سمحت، انا معايا مسدس اطلعه. ايوه ونشنه هنا لو بتعرف تضرب. انا كده مش هقتلك لوحدك. هتقدر تقتل كل دول بكل الرجاله اللي معانا؟ ماشي، بس احنا هنتقابل. ماشي، انا الزعبلاوي صح ولا لا؟ سلم نفسك يا زعبلاوي، المكان كله محاصر. بوليس، اهرب اهرب. اطلع بسرعه، اطلع، لازم تنزل. اتفضل سلم نفسك يا معلم زعبلاوي. زعبلاوي بيقول لك سلم نفسك يا زعبلاوي. سلم نفسك، يلا يلا يا معلم. مش انت الزعبلاوي؟ اتفضل. انت الزعبلاوي، خد يا عم انت الزعبلاوي، والله انت الزعبلاوي اهو. يلا اتكل على الله. يا بوليس، الزعبلاوي اهو. مين الزعبلاوي يا جدعان؟ انت الزعبلاوي يا جماعه. هو الزعبلاوي. انت الزعبلاوي. بصوا يا جماعه، حل بسيط قوي. احنا نطلع للبوليس ونطلع له المناديل البيضه دي، ونشاور له كده، ونقول له ان الزعبلاوي كان واخدنا رهاية، وغير كده هيتقبض علينا. ايوه بابا، عليه امسكوه. ايه ده؟ انا الزعبلاوي. الراجل ده